صباح الخير لك سمر وضيفتك الكريم ولكل المشاهدين الكرام. مليون مرحبا، تفضل. طبعا سمر بدي اصبح عليك وايضا اصبح على كل شخص قاعد يشوفنا الان من داخل وخارج حدود مملكتنا الاردنيه الهاشميه. قافله برنامج يوم جديد ما زالت مستمره معكم باذن الله تعالى. اليوم الاخير من محافظه جرش، طبعا اليوم خميس، يا ريت نبدل طاقتنا السلبيه دائما بطاقه ايجابيه. طبعا اليوم تاخرنا عنكم شوي، يعني كان هناك خلل فني ستريمينج 14، يعني كل الشكر لابو محمد. اليوم متالق بالطاقيه البيضاء، ابدع بطلع الاشاره من محمية دبين. طبعا رح نحكي عن محمية دبين وغابات دبين، رح يكون معنا المهندس بشير العياصر للحديث اكثر عن محمية دبين والاشجار. يعطيك العافيه. عفاك الله، الله يحييك. اول شيء بنشكر التلفزيون الاردني على هاي الفرصه اللي يضع فيها لمحه على الغابات في الاردن بشكل عام ومحمية غابات دبين بشكل خاص. احنا بتعرف نتبع الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه اللي تاسست سنه 1966 واللي كانت تهدف، يعني الجزء من صلاحياتها اللي هو إنشاء وإدارة واستدامة إدارة المحميات الطبيعية في الأردن، واحدة من هذه المحميات محمية غابات دبين الطبيعية. مهندس بشير، نتحدث عن التنوع الحيوي والتنوع النباتي والخضري وأيضا الحيوانات الموجودة داخل المحمية، هل يوجد حيوانات أم لا يوجد؟ يعني نوضح لعزائنا المشاهدين. هسه بداية، محمية غابات دبين تأسست سنة 2004 بهدف حماية النظام البيئي لغابات الصنوبر الحلبي، لأنه تعتبر دبين هي البقايا المثالية لغابات الصنوبر الخليط مع السنديان. وتعتبر غابة دبين الحد الجنوب الشرق الأخير لهذه الغابات باتجاه الجنوب. هذا النوع من الأنماط النباتية الموجود بدعم وجود العديد من الأنواع الحيوانية الأخرى والتي يقف على رأس اللي هو السنجاب الفارسي ونوع آخر اسمه الطلق الصخري والعديد من الأنواع الأخرى. الغطاء النباتي الموجود في غابات دبين يكاد يسود في الأطراف السفلية للغابة، لأن الغابة يعني تمتد من 500 لغاية 1000 متر فوق سطح البحر. الأطراف السفلية يكاد يكون العنصر السائد هو الصنوبر الحلبي، في الأطراف الوسطى يكاد يكون الصنوبر الخليط مع السنديان، وفي الأطراف العلوية يكاد يكون السنديان هو النمط البيئي المميز لغابة دبين في هذه المنطقة. وكل واحد من هذه الأنواع مرتبط في أنواع أخرى سواء كانت نباتية أو حيوانية. محمية غابات دبين بتواجه مثل أي نمط نظام بيئي بيواجه العديد من المشاكل، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وضعت العديد من البرامج لمواجهة هذه المشاكل. محمية غابات دبين كما مثل ما بتعرفوا أنها بعيدة عن المراكز السكانية الرئيسية في المملكة حوالي 50 كيلو، فبرتادها في فصل الصيف ما يزيد عن 100,000 زائر. الزوار يعني بينتج عنهم العديد من الإشكاليات والآثار السلبية مثل انتشار النفايات وإمكانية إشعال الحرائق، فالجمعية وضعت برنامج لإدارة الزوار قائم على التوعية بالدرجة الأولى، قائم على تحديد أماكن وجود الزوار. وفي الفترة الأخيرة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة طورت متنزه بديل تحت اسم هدأ الدبين ليكون بديل لموقع التنزه الحالي بهدف تخفيف الضغط البيئي عن هذا الموقع ونقل الزوار تدريجيا إلى الموقع الجديد، بحيث يتم السماح للنظام البيئي أنه يتنفس من أول وجديد ويكون في شروط تجدد قائمة في هذا الموقع. أيضا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تدير برنامج ثاني هو برنامج الاتصال مع صناع القرار اللي بتقاطع شغل المحمية معهم، على رأسه مديرية زراعة جرش ومديرية الحراج العامة ومديرية الدفاع المدني بلدية بورما بلدية المعراض مديرية التربية والتعليم. كل هاي المؤسسات احنا بتقاطع شغلنا معهم، فبنتعامل معهم من خلال لجنة استشارية بتجتمع في السنة سنتين أو في السنة مرتين أو ثلاث لوضع الحلول لبعض الإشكاليات اللي تواجه النظام البيئي بشكل عام. أيضا برنامج الاتصال الثاني يتم مع الجمعيات المؤسسات المجتمع المدني الموجودة في المناطق السكانية حول محمية غابات دبين من خلال دعمها، من خلال تمويل عدد من المشاريع لإنشاء بعض الفرص الاقتصادية والاجتماعية الخاصة ببدائل الطاقة واللي بتخفف الضغط على الغابة بشكل عام. أيضا بتدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة برنامج للتعليم البيئي والتوعية قائم على العمل مع المدارس اللي حول منطقة المحمية من خلال برنامج اسمه فارس الطبيعة على مستويين. المستوى الأول بطلاب يجوا زيارة المحمية من خلال ممر تعليمي بيأخذوا فيه معلومات عن الغابة، ثم بتقوم المحمية أيضا بزيارة لهذه المدارس من خلال بعض المحاضرات والإرشادات والتوعية. أيضا بتقوم بعملية إرشاد للزوار اللي بيرتادوا المنطقة، لأنه كمان الزوار بيحتاجوا أحيانا إلى إرشادات، لأنه الغابة بتعرض لعديد من المخاطر قد لا ينتبه لها الزوار، فبالتالي بنحب إحنا نركز عليها حتى ما يكون في إشكاليات بتأثر على النظام البيئي بشكل عام. مهندس، أيضا تحكينا عن أنواع الأشجار الموجودة داخل المحمية وأيضا العمر للأشجار في هذه المحمية. نعم، هسه الأعمار مقدرة تقريبا 120 سنة أكثر أو أقل شوي. الأنواع يكاد يكون النمط السائد هو الصنوبر الحلبي اللي انتم بتشوفوه، يعني هذا الشجر صنوبر حلبي طبيعي مش مستزرع مش صناعي. القيمه البيئيه للمنطقه عاليه ناتج عن وجود الصنوبر الحلبي، لانه هاي المكان هو البيئه المثاليه لغابات الصنوبر الحلبي. بيختلط معها العديد من اشجار السنديان دائم القدره والعديد من اشجار السنديان
غير دائم الخضرة اللي هو الملول، الشجرة الوطنية للأردن، أيضا شجرة الجيجاب يمكن تشوفوا بعض الصور لها في هاي المنطقة. نعم. اللي بالخلف أكيد. خلفية أو في هاي المنطقة. أيضا في البطم والخروب والزيتون البري والزعرور والعديد العديد من الأنواع اللي شجيرات أو الأعشاب الموجودة فيها. أيضا العديد من الأزهار مثل زهرة الأوركيد النادرة والمهددة بالانقراض، بالإضافة إلى السوسن البيضاء، السوسن البيضاء والسوسن السوداء. نعم. رسالة منك مهندس إلى كل المشاهدين الكرام لزيارة محمية غابات دبين وأيضا المحافظة على هذه المحمية وخصوصا في فصل الصيف وهذا الموسم أكيد موسم رحلات. اللي لازم يعرفوه كل الناس أنه حماية الغابات مسؤولية مجتمعية مش مسؤولية مؤسسات بس، فأي واحد بده يرتاد أي غابة سواء دبين أو غيرها لازم يحتاط من موضوع الحرائق، يحتاط من موضوع النفايات، يحتاط من بعض التصرفات السلبية مثل تكسير الأغصان وهي الأشياء. الحفاظ على الغابات هو حفاظ على مستقبلنا، لأنه إذا بتستمر المشاكل وما بنواجهها بالوعي وبالإدراك لأهمية وجود الغابات راح تنتهي هاي الغابات وراح نفقدها كقيمة، وبعدين ما راح يجي الجيل القادم ما راح يلاقي غابات يعني يتنزه فيها بالصيف أو يستمتع بجماليتها. نعم. مهندس سؤالي الأخير لك، نتحدث عن المشروع الاقتصادي الاجتماعي تحدثنا عنه، فائدته لأبناء المجتمع المحلي وأيضا لأبناء محافظة جرش. فلسفة المشروع الاقتصادي الاجتماعي هو تحويل عملية الحماية إلى منافع اقتصادية اجتماعية للمجتمع المحلي، وتحويل اعتمادية الناس شوي يعني بالتدريج من اعتماديتها على مصادر الغابة بشكل رئيسي إلى اعتماديتها على أنماط اقتصادية جديدة بتخدم أهداف الحماية. في محمية غابات دبين بتدير مشروعين، مشروع للتطريز ومشروع للفخار، بيشتغل فيه عدد من سيدات المجتمع المحلي بالإضافة إلى عدد أكبر بيشتغل بالقطعة في البيوت، لأنه مش كل الناس بتقدر تيجي على محمية غابات دبين تشتغل فيها. هاي المشاريع بتساوي دخل سيدات المجتمع المحلي، ايضا بتعطي صوره انه برامج الحمايه مش بس تطبيق قوانين ومخالفات بقدر ما هي ايضا تحويل المحميه الى بؤره اقتصاديه اجتماعيه تصبح يعني عمليه داعمه وعمليه منميه للاقتصاد المنزلي داخل وحول محميه غابات دبين. انا بدي اشكرك مهندس بشير العياصره مدير محميه غابات دبين، يعطيك الف عافيه. حياك الله. الله يعطيك العافيه. الله يحييك. الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دائما تتميز ودائما تتألق، وهناك رؤية ورسالة وهدف لها، ودائما في جولة قافلة برنامج يوم جديد دائما نلتقي بأبناء الوطن من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. طبعا جهود مشكورة وجهود مبذولة، ولكن يجب علينا كمواطنين أيضا أن نحافظ على بيئتنا ونحافظ على هاي البيئة من أشجار، من حيوانات، من أيضا خضر. مشاهدينا الكرام، الآن راح أجي زملائي في استديو برنامج يوم جديد، ولكن بعد قليل راح أكون معكم في موقع آخر إن شاء الله حسب الستريمينج طبعا في محافظة جرش.